أستاذ حسن أبو خزيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، يعني الأسماء اللي احنا شفناها واللي ذكرها معالي رئيس مجلس الوزراء دي أسماء ناجحة جدا، وطرحها أو طرح جزء منها في البورصة هيعمل انتعاش كبير للاقتصاد المصري، لكن خليني أسألك ما معنى الطرح المستثمر استراتيجي؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ صبح وبالسادة المشاهدين. يعني مستثمر استراتيجي ممكن مستثمر يحصل على هذه الشركة أو بالتنسيق بينه وبين البورصة المصرية. ممكن تكون شركة معينة يعني تدخل في البورصة وتدخل مع مستثمر، يعني البورصة تأخذ نسبة أو المستثمر يأخذ نسبة. يعني ممكن شركة معينة يكونوا البورصة والمستثمر مشتركين في عملية الأسهم وما ذلك، يعني لم يحدث أن يتم مثلا الاقتصار على البورصة أو المستثمر الاستراتيجي. المستثمر ده طبعا ممكن يبقى عربي، ممكن يبقى أجنبي، المهم أن ده استثمار مباشر حر، يعني استثمار حر من أجل الدولة المصرية، من أجل زيادة زي ما حضرتك تفضل، من أجل زيادة القطاع الخاص، توسيع ملكية المواطنين المصريين في مثل هذه الشركات. والطرح كما تفضل بيكون لمدة عام، ولكن نسبة الـ 25% من 32 شركة اللي هم هيتم طرحهم في يعني في العام، في العام ال 25% لابد ان يكونوا في الست شهور الاولى، لان هناك بعض الشركات وحضرتك متخصص في هذا الامر يعني بتحتاج عدد من الشهور او توقيتات زمنيه، زي ما قالت بنوك الاستثمار اللي هي كانت شغاله خلال الفتره القليله الماضيه من اجله. ولكن هذا البرنامج هو برنامج وطني، برنامج مصري 100%، كانت الدولة المصرية اقترحته بالفعل، وبعد ذلك تم تقديمه لصندوق النقد الدولي وتمت الموافقة عليه زي ما قال رئيس مجلس الوزراء منذ عدة يعني أسابيع. طبعا زي ما حضرتك تفضلت 32 شركة في العام الأول، هل متاح أن أنت تزود بعد ذلك؟ متاح طبعاً. أن أنت طبعاً. تزود كحكومة مصرية تزيد مثل هذه الشركات. بشكرك أستاذ حسن، تفضل. بشكرك جدا يا فندم استاذ حسن ابو خزيم الصحفي متخصص شؤون مجلس الوزراء. والحقيقه الشركه الوطنيه للقوات المسلحه وشركه صافي شركات يعني ناجحه جدا وارباحها عاليه جدا، فطرحها للقطاع الخاص ده يمثل في حد ذاته انتعاش كبير جدا. بنك القاهره، بنك العربي الافريقي، دي بنوك موجوده في السوق وقويه جدا، واشتراك الناس فيها أو طرحها للاستثمار سواء من خلال البورصة والأسهم أو من خلال الاستثمار، دي حاجة جيدة جدا. خلينا نخرج فاصل ونرجع نكمل أخبارنا مع حضراتكم.